صحيح، هو الحقيقة التكتل بعد انضمام عدد من الدول بشكله الاقتصادي الجديد هو الحقيقة هيخلي الدولار الحقيقة كقوة اقتصادية مهيمنة على الاقتصاد العالمي يضعف بشدة. احنا بدأ يمكن بقاله يومين ينزل. طبعا زي ما تم الإشارة في الحديث انه لهذا التكتل بيعد سلة الغذاء في العالم. احنا عندنا 8 دول عربية مقدمة طلبات، هناخد منهم 4 دول تحديدا. نعم. السعودية، الامارات، مصر، الجزائر. احنا بنتكلم على انه كمان هذا التكتل مش بس هيكون مصدر الغذاء لكن كمان مصدر الطاقة. واذا ما تم التبادل في سوق الطاقة، امارات، روسيا، وروسيا بالتأكيد. واحنا اوبك بلس الحقيقة، والجزائر، والجزائر طبعا. احنا عندنا اوبك بلس الحقيقة بتمهد لده بقالها فترة. نعم. واحنا بنشوف الحقيقة التقارب السعودي الروسي، الامارات كمان الحقيقه بقاله عده سنوات. نعم. ويمكن اتصور انه كمان التقارب السعودي الايراني كان محاوله لتخفيف الورقه اللي بتلعب بيها الولايات المتحده الامريكيه في الخليج. نعم. وبالتالي نرجع نقول انه هذا التكتل اذا ما تم الموافقه على هذه الدول العربيه، احنا بنتكلم على سله الغذاء، بنتكلم على سله الطاقه على المستوى الدولي. واذا ما تم التعامل بعيدا عن الدولار، هو بداية حجم وشكل التبادل التجاري بيتغير. وخلينا نستعيد الطرح او المبادرة الصينية، مبادرة الحزام والطريق. اللي منذ عدة سنوات احنا بنتكلم على انه هو ليه كان الولايات المتحدة الامريكية بتعارض، وليه كان عدد من دول الاتحاد الاوروبي بيعارضوا، لان هم كانوا شايفين ان الصين بتسعى ان تخلق مسار جديد للتجارة العالمية. ما لهمش فيه مصالح كبيرة. ويمكن الازمات السياسية والعسكرية اللي تمت مؤخرا هي اللي اجبرت الصين وروسيا ان هم الحقيقه يعيدوا بقوه احياء هذا المسار. واتصور انه العديد من الدول الناميه اللي بدات الحقيقه وجدت ضالتها في مجموعه البريكس، هروبا من الولايات المتحده الامريكيه وهروبا من الدول الاتحاد الاوروبي بما فيها الدول اللي الحقيقه لها تاريخ طويل داخل القاره الافريقيه، بما فيها الحقيقه فرنسا اللي الحقيقه موقفها بقى صعب. كانوا عايزين يحضروا ورفضوا انهم يحضروا. موقفها بقى صعب. ماكرون كان عايز يحضر القمه، رفضوا. الحقيقه العديد من الدول الناميه بشكل عام والدول الافريقيه بشكل خاص الحقيقه اتصور انها سعيها للوصول لبريكس اسرع من سعي دول البريكس لضم هذه الدول. وبالتالي احنا بنتكلم بقى مش فكره عمله جديده وان احنا نضغط على الدولار، هو ده كده كده بيتحقق بفعل انه شكل التجاره الدوليه بيتغير. لانه اذا ما كان هناك تقارب فيما بين الدول بعضها البعض، اللي عنده طاقه يدي اللي ما عندوش، واللي عنده غذاء يدي اللي ما عندوش، خلاص احنا الدول الناميه بتتكامل فيما بينها، وبالتالي حاجتها لامريكا او الاتحاد الاوروبي الحقيقه بتقل، وبالتالي هيبقى في حاجه ضروريه ان احنا نوجد لنفسنا عمله نتعامل بيها. لكن خلينا نشير برضه لمساله مهمه علشان ما يبقاش المواطن الحقيقه عنده تصور انه الدولار هينهار بكره الصبح. لانه فكره انه يكون في عمله موحده دي الخطوه النهائيه مش البدائيه. يعني احنا عاده بنشوف بس الاتحاد الاوروبي عملها. بس عملها بقى النهارده بتكلم 30 دوله. عملها بس بعد فتره زمنيه طويله. وعملها مش كل الدول سنة. انضمت. وعملها في دول انضمت ورجعت. فاحنا بنتكلم على انه هو عاده العمله بتكون اخر حاجه. لكن هو البدايه بنبتدي نبص على التشريعات الاقتصاديه الحاكمه، بنبص على المؤسسات التنظيميه اللي بتهيمن وبتسيطر، بنبتدي نشوف قوه الاقتصاد اللي بيحافظ على كل عمله على حده. وبعدين في هم حاليا قالوا مش بنتكلم على عمله ورقيه ولكن بنتكلم على رقميه، عمله رقميه. هو بالتاكيد الدول دي وخاصه الحقيقه الصين بتسعى لانه شكل العمله على المستوى الدولي يروح ناحيه العملات الافتراضيه. لكن اما وانه العديد من البنوك المركزيه في العالم حتى الان الحقيقه ضد هذا الامر، فده هياخد بعض الوقت لحد طبعا. صحيح. على مستوى المؤسسات، على مستوى الشعوب، وكمان على مستوى المؤسسات التنظيميه في كل دوله. لكن خلينا نؤكد انه مساله التقارب الاقتصادي والتكامل فيما يتعلق بالتجاره البينيه فيما بين الدول العربيه بعضها البعض، ده اقوى رساله للعالم انه شكل الاقتصاد العالمي بيتغير، وبالتالي الحاجه للدولار على انه الوسيله الاكثر امانا، الوسيله الحيه اللي ما بقتش موجوده دلوقتي بتنخفض بتقل بشكل كبير. دكتور كريم.